خمس باقي ما نجح. ما تكفى. تصدق اني انا مسوي الخبز؟ انا مسوي الخبز ما شريته. طيب. شوف. انت تقول حلو صح؟ اي. اكيد من اللي سواه؟ عون. تعال 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 تعال. يا اخي قفلته. ما قفلته الله يصلح. لا قفلته قفلته. قلت له قفلته. تعال تعال. خلنا نجلس هناك. هي يعني خلاص نحشي هناك. جيب ملعقه ملعقه. الملعقه. جيب ملعقه والحقني. عون بالله لا تاكله. وي شوف سعيتك عون 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 سكر الباب عون اوريك انا عود الله يسعدك خلاص 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 يا رجل وين وين اجلس طيب؟ خلص هنا بجيب اللبن وبجيك الله جيب ملعقه يلا ترى احنا في رانيا هناك ايه ناس تطورنا قبل 20 سنه ايه متطورين قبل 20 سنه جيب جيب الشاي نسمي الملعقه ملعقه لا مقلع لا ما هي مقلعه مقلعه يا الله اسمع تروح لي انا اسمع لا حياتك لا 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 في اوروبا؟ لا ما رحت اوروبا استهبل اماره ما تدري؟ لا ما ادري بسم الله ايش الارض يا ولد؟ ها؟ ايش الارض؟ ايش الارض؟ عشان ما لقيت لك كرسي؟ لا انا حالات الارضيه فهمت؟ كانك في بيشه الله ولا في رانيا ولا في العقيق لا تقول لي العقيق متطور متطور هو تبي امخش ظهرك بالسكين ليه؟ ما تشوف العالم اللي حولك وحواليك ليه؟ هلا بابا سم الله لا يوفقك لا بابا لا اي والله انك صادق يقول لك ثلاث سنوات الاعلام وتعطيك من ظهرك هلا بابا اهم شيء انه ما يجي يروح عندك؟ الآن يلا يلا يا حمار معلش يا بابا تكفى تكفى يا سالم تكفى أنا جوعان تكفى سالم ترى بتجيني حالتي حالتي ترى بتجي ها بتجي حالتي أي حالة الحالة اللي قبل شوي سالم سالم ترى بتجي والله جت 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 أعطي الخبز أعطي الخبز خلاص خلاص كذا كذا لا لا الله يوفقك سالم تكفى سالم خلينا نتفق خلينا اجي عشان حالتي ما تجيني سريع 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 سالم ليش كذا ليش ما اللي تعب فيها لا تكفى سالم مو كذا سالم الله لا يوفقك لا سالم سالم تكفى أتأكل خبزة كاملة ليش؟ آه ترى والله ترى لي إيه ترى بنظرك ها؟ بنظرك ها؟ بنظرك شو؟ وش ذا؟ عارف حقك تبي تطيح عشان تاخذ الأكل دقيقة قصر ترى والله بسوي حركة تكفى واحدة ثنتين ثلاث أربع خلاص أنت كليت ثنتين ما ليش ليش تسوي حركة هذه؟ أقعد أقعد خلنا نسولف الله يا أخي الواحد ما يرتاح شوي وين السكين اللي معك؟ انظلتك وين السكين اللي معك؟ جيب موية يلا بجيب موية يلا تعرفه يلا بجيب موية أبيك تموت لا خلاص تعال وين الملعقة؟ روح جيبها تبي الخبز؟ أمانة ما تاكله لا ما تاكله لا روح مع بعض؟ روح جيبها لا روح مع بعض لا روح جيبها خلاص يلا يلا روح جيبها روح جيبها روح جيبها والله العظيم ما تشدها لو ما تروح تجيبها يلا روح جيبها خاف اني ما شد صوتك في بطنك
لا ما عليك الامور طيبه. بعدها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. لا لا خلاص خلاص انت كنت وحده وكنت وحده اباض لازم يعطيه العيال في الكنترول. ما انت خليت شيء اباض خلي يصير منه خلي يصير عبد الله الهجري. عبد الله الهجري من؟ ما تعرفه؟ نعم عرفت عرفت والله بس خلنا نسولف. ها هذه لك. طيب يلا حطها. وهذه لي وهذه لي وهذه لي. اسمع لا لازم نعطيها الداخل. هلا باضة لبيك تبيعوني جيبها الان؟ لا يقول روح شوي يقول روح روح جوعان الرجال. منى لبيك هو دايم يحب ياخذ ربيز احيانا. ابشر ابشر يا منى خلاص اسمع هذا زبادي لا هذا لبنه الان عون اجيبك. عبود هذا عبود ولد منيب يبغون ثلاث حبات في ثلاث حبات روح حطهم روح حطهم ما في الا حبه بقسمها بينهم. ما عليك ما عليك امور طيبه. شوف الحركه اللي بقسمها يروح يعز النعمه ان شاء الله يعز النعمه. انت تحطها تدري كيف طحت في الشباتي؟ كنت مداوم زمان في محل مع جنبنا محل شباتي حلو يسوي شباتي انما يا اخي انما هذه جربها اسمع الله يعزك ايوه فاقول لك سوي شباتي عون لا يعلى عليها انا اكون معك صادق انه لا يعلى عليها تدري هذه ايوه انت شو اسمه تدري هذه اللي انا اللي مسويها بيدي وينها؟ هذه وعشان انا مسويها بوش لا اقصد العجينه وكذا ايه مو انت بشاريها لا وجاي فاتوره تلعب علينا عشان نعطيك فلوس صل على النبي قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله الطحين شاريه طيب 30 ريال فترة 7 ريال الباكنج بودر شاريه تعرف تطبخ ب 20 ريال الفانيليا شاريها ب 54 ريال الصغيرة الدارية الموية طبعا مو موية العادية اللي من البيت لا موية الحالة هذه يا نادرة تحصلها ايوه الشبادي شفت كيف؟ شوف الصدق شاريها ب 100 الموية و50 يا ولد انت وش ذا؟ تلعب علي عون هذه لازم كذا ترى الشبادي كذا اسأل لذيذة ولا وبعد ترى من ظهر وانا اسوي انت وقت صاحي قبل شوي يا لا تفضحنا يا عون طيب هذه اباضة لا ابي مص يحسس بعظم يسوي الثاني هات 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 سوي انا هذه المنة الله يبيضك بس حتى اباضة مو بكلها له صدق في ناس هشام كذلك هشام ترى يستاهل هشام اوه يا هشام الله يستاهل هشام صاحب القلب الابيض او سي جي وجبيل الازهر ها طيب ما حصلنا حركة والله ودي يا عبد الله عربي عبد الله عربي عربي اعطيه 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 الشبات عقدم اعطيه 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 طيب هذه واحدة يا اخي والله نكتفى هذه بالكل انت تدري ساعد خلاص خلاص تعال تعال والله ما اسوي شيء والله ما اسوي شيء خلاص تعال والله ما افتر بس بسولف عليك طيب بسولف عليك شفت كيف؟ ايوه طبعا هذه من انامل عون شفت كيف؟ يا اخي اناملك سيئه مره ايش طبعك انت؟ انت انت مشكلتك الحسد لاعب فيك بالله شوف يدك كيف كيف انه مع مع تدري في ناس والله ما احد يتمنى والله ما احد يتمنى تدري تدري في ناس يجوني في البيت عشان يمصون اصبعي يعني يقول في حلا في كذا مراره لا لا حلا هذا يسموني النحله النحله والله انك ما طبيتها ولو ان البيت ما موجود كان علمتك وش يسمونك هابي يحوق عليها اصبر عون جمهورنا يستاهل اي والله يستاهل والله انه يستاهل يستاهل الشباتي ولا يستاهل يستاهل شباتي يستاهل اللي طال كل شيء يستاهل روح اذن ذا الحين اباضه هلا اباضه يسع يسع روح اقعد لذا لذا ولد المسجد ادخل به بروح ودي عند اباضه خلاص تعال امزح معك امزح معك بروح ودي عند اباضه تعال يا اخي خل بعد شوي بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي اقسم بالله اني انا اشرح بس خليني ساكت تنكتم خلاص 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 لا تموت علي الحين اسمع احنا الان بنشوف بولت تمسح في الارض اخطط مشكله فرشه وسخه اخطط يعني كيف بولت يجيب لنا الجولات
طيب الحين نشوف مسابقة بولت ونشوف تطبيق بولت وش قال. اسحب اسحب. طيب خلينا نشوف كم واحد كم جوال. اصبر جوال واحد. اصبر سحبات لايف مراكز الثلاثة الأولى. بسحب انا. لا 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 يقول لو صاحب التوقع الصحيح لمراكز يعني مين اخذ المراكز الثلاثة الأولى امس. امس ايه ترى ما بقصيدة يا سلام. طيب المصداقية ايش تبي انت ترى هلا يا باضه يقول من غير مهنية ابدا اطلع جوالك على البث خلاص وقت تصور سنابات داخل البث وهذا يعتبر خطا في حق المخرج. تفضل اطلع برا. ابشر ابشر تفضل اطلع برا. ابشر تفضل اطلع برا. طلع النبي انا اسف يا باضه باضه بيكفخني والله العظيم. حذر حذر والله ايه باقي على ذا. ايش تبي باقي على ذا؟ والله باقي على ذا. كم باقي؟ باقي على العشاء دقيقه و 30 ثانيه. عندي عندي مصاري. طيب اسحب خلينا نسحب خلينا نسحب خلينا نسحب. طبعا جوال واحد. جوال واحد يا سلام يا حظهم. كل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب شوفوا شوفوا عشان المصداقيه. بسم الله بسم الله. من هو الجوال عشان صاحب صاحب المركز الاول في سحوبات بولت؟ وبولت دائما عودونا على الكرم يا زينهم على الجود. اقسم بالله اني احبهم واحب ملاكم. بسم الله واحد. لا لا روح فوق بعد بعد بعد. انزل 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 تحت انزل تحت انزل تحت خلاص. انت لا تشوف. طيب يلا اطلع فوق. اي اطلع فوق اطلع واحد فوق واحد اثنين ثلاثة انزل تحت انزل تحت انزل تحت انزل تحت. واقف الفائز معنا لهذا الجوال الجميل اسمه عون. بس انا ما شو اسمه يلا اسره اسمه عون. بيقول عبد الله الحربي وعبد الواحد وابراهيم عواد. صح ولا خطا؟ لا خطا. اجابه خاطئه. خطا ام محمود هي المفروض انها اللي فائزه معنا بس انها اخطت في المراكز. فنرجع مره ثانيه. طيب واحد واحد انا 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 فوق طيب. فوق تحت وقف. طيب اصبر لاني وقفت على الاعلان. واحد ثلاثه. طيب ومعنا الاسم عون. الآن راح تسمع مين الفائز معنا ويقول يا رب. ويقول المركز الأول سلطان ثقل والمركز الثاني عبد الواحد بن عريج والمركز الثالث إبراهيم عواد. والله الفائز عون. اسمعني وأنا بقول مين الفائز. الفائز معنا عون. اسمع من اللي بيفوز الآن سحبات بولت كاريزما. والفائز معنا عون. الرويبي أبيك تسمعني. أمل فازت معنا بايفو 16 ساسة بقامل. أمل فازت معنا بستايل. مبروك يا أمل. وقالت يا رب والله عز وجل حقق لها طموحها يا رب. طيب المبروك يا أمل. الحساب تكسرينها بالعافية. ما حد يكسر ما حد يكسر يعني تخيل. إكس إكس دي دي 9797. صور الشاشة عشان ما تنسى كابتشر. والآن راح توصل إن شاء الله معك. وألف ألف مبروك وتستاهلين يا أخت أمل. وما خاب من قال يا رب. الله يرزقها يا رب. روح اذن يا ويرزقنا. الله يرزقك بس روح اذن. روح اذن. الله. روح اذن في المسجد. يلا ابشر. ابغى يروح يأذن في المسجد؟ اكيد. اي روح روح اذن في المسجد. روح. اسعها اركض. روح. تاكلها. يلا لا تأذن لاني اعطوك اشارة تعرف انت. والله لا تاكلها. روح 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 روح. ترى هذه يا بابا ترى هذه لكم. سرعة الأذان عون. الأذان بسرعة. وريه أنا والله وريه. دائما فكر خارج الصندوق. البهارات الفلفل يبي لي كذا فلفل يحرق. فل 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 طبعا انا راح عشان هو يتوقع اني انا بدسها بس انا ما راح ادسها. انا راح افتح واحده واحط فيها فلفل.
حار مره. طيب خلينا ننتقل للاذان بنرجع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعث الله المقام المحمود الذي وعدته إنه لا يخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الآن هذا موطن مواطن جابة الدعاء بالأداء والإقامة فدع الله عز وجل منكسر بين يدي الله عز وجل. لازم أن الشخص يحافظ على قربه من الله عز وجل ولازم أنه يصفي قلبه ولازم أنه يجاهد نفسه. عنا تعالى بك أنت كل ما يحصل بيني وبين عون ترى دائما هو من باب المزح ومن باب الخوة ومن باب الضحك والوناسة ولا اللي في الصدور أكبر من أنه يحصل بيننا شيء. شيك أنزل السيارة فأنا عون أكثر من أخوان وعون والله أني تشرف به دائما سعني والله أبد. والواحد يصعب عليه أنه يعني يعبر بمشاعره مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. أوصى قال جاء صحابي قال إني أحب فلان قال هل أخبرته قال لا قال اذهب فأخبره. فالمحبة أو من تمام المحبة أنك تخبر أخوك باللي في صدرك فأنا والله إني أحبك يا جوني والله هذا شيء الأول. شيء ثاني خلنا ناكل وندخل عليها في إدارة. لا لا خلاص كل لا هذا إدارة. طيب وأنت أنا خلاص خلاص والله أني أبغى قسم بالله أني أبغى والله ما
شوف سالم سعيد اسمعون يوسف تفضل. سالم سعيد سبحان الله طبعا لنا يمكن 8 شهور او سنه وانا اعرفه. طبعا اخو هذه خلاص حريتك شفت كيف؟ هو اخ انت تاكلها علي. والله يعوني يا صديقك يا رب عينك. اقسم بالله هذا دليل يا عمري انا. طيب خلينا ما هي جلا عندك عندك برطان عندك 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 قم 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 عندك قم 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 الغريب انك ما الغريب انك ما هذا بلعت حلوه في ذمتك حطت عليها كل شيء بهارات فلفل خل ليمون كزبرة والله حلوه في ذمتك احلى واحده كليتها في ذمتك بس ما فيها فلفل حطيت فيها كل شيء والله يا سبحان الله يا سبحان الله الله يحبني يا عيال انت ليش تضرب لي قسما بالله بعدين انا اخترت واحده ليش عشان كنت حاطم فيها صح ايوه يا الله حلوه في ذمتك اقسم بالله انها حلوه طيب سالم سعيد الاخ ولا الجميل لا مو بجميل والله مو بجمال مني والله اني شفت كيف لا تحلف ولا انت يا تحلف شفت كيف سبحان الله حبيت اتكلم الله لا سبحان الله ترى في البدايه ترى في البدايه عمك ما معجبيني تو حبه لا كنت في برنامج السوق طبعا كان يجيني يقول تراني انا ما ادعم عليه اخوي انت يا اخي تعجبني مرجلتك هو طولك ما شاء الله شو اللي طولك خلاص انا تحمست يمكن انا دائما اتحمس واذا تحمس مشكله شفت كيف ترى اخوي علي بن سعيد علي بن سعيد هذا اخوي اللي ما جابته امي طبعا علي سعيد فيه مواقف انا وياه لا اله الا الله يعني خوة صدق جاء راح بريطانيا يدرس بريطانيا يدرس طبعا توه متخرج سالم سعيد كنت انا وياه في قناه ثانيه بيني وبينها رسميات وكذا بعدين قلت يا ولد انت شو السالفه تحس انك كذا معقد ايش فيك انت اعوذ بالله وجهك ودر كل شيء يا اخي فك شوي بعدها قالي والله انك صادق مع اني يوم كنت انت في برنامج السوق متسابق كنت ادعمك وكنت افضلك عن اخوي علي بن سعيد قلت ما في فرق انا وعلي سعيد علي سعيد انا عون كذا علي سعيد كذا شفت كيف قال لي والله انك صادق وبس وبعدها يعني صفقوا كذا بعدها مشى معي يعني ما مشى معي الا لين كل ندري في 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 الخبزه هذه طعم اخر شيء في طعم خل ها خل ايه في في طعم كذا مراره جاء من يحرقان الله لا يوفقك يا الشيطان اسمع حتى ما قدرت اتكلم انت ايش فيك انت حاطن شيء غير خل البهارات اي شيء هناك شفت هناك حطيتها بس انت الغريبك بلعتها اخي ايش في ام هذه اسمع نبه احنا الان يا عون يا اخي هذه حاطينها عقده يبون كذا اشتغل بس كذا طوال الفقره ركبها يا اخي المشكله اذنك صغيره مره بس طيب نسوي كذا آه! لا اخر مره والله اخر بعون ترضي طبلتي بعون. ما عندي الا واحده ثنتين اقصد بس واحده استخدمتها واحده باقي ايوه يا عشان تلزق سلامات يا ابوي حطها هنا عشان تلزق انك اسلم 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 طيب صل على النبي اقول لا اله الا الله لا اله الا الله الان وقت اذان واقامه وهذا من مواطن اجابه الدعاء والعبد اذا اراد انه يدعو الله عز وجل يلتمس مواطن اجابه الدعاء الان حنا بين وقت اذان واقامه ومن فطانة المؤمن وتوفيق ربي له انه يلتمس مواطن اجابة الدعاء ويفعل اسباب هذا الامر. انك تاتي بين الصلاة بين الاداء والاقامة وتتسنن وتدعي الله عز وجل اتيه مبتهل منكسر بين يدي الله والله ما يرده. سبحان الله ترى الكافر هو الكافر لما يدعو الله عز وجل ترى الله عز وجل يستجيب له. فما بالك وانت مؤمن بان الله عز وجل هو قدير على كل احلامك وقادر على انه يحقق جميع اهدافك. تخيل انك
يكون مع هذه مع موطن إجابة الدعاء يكون صدقة. عندنا إحنا جمعية البر الخيرية، جمعية البر الخيرية بجديدة، من بداية البرنامج إلى يومكم ذا قفلنا الوقف الأول، والوقف الثاني الآن باقي منه ما يقارب 1500 شخص بس أو أقل، يعني 1500 من 300 ريال نقفل هذا الوقف الآن ونقول في اليتيم. يا أخي أنت لما تستشعر اليتيم تستشعر أن ربي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا وكافل اليتيم كهاته في الجنة، وأنها على كل من كفى اليتيم أنه بيكون مع الرسول، هذا توفيق من الله عز وجل. فأنا أقول لك الآن عندنا الجمعية أقفلت أو أقفلت المبلغ الاستثماري الأول ودخلت المبلغ الاستثماري الثاني، باقي 1500 شخص تكفون فرحونا وخلونا نسعد وخلونا نفرح باكتمال هذا الوقف اللي بيكون لنا فائدة في ديننا ودنيانا. أما في الدنيا فهو إذا كان الله عز وجل غضبان عنك فالله عز وجل راح يرضى عنك، وإذا كان الله عز وجل مقدر عليك بسوء فإن الله عز وجل يرفع عنك هذا البلاء، وإذا كان مريضك تعبان فإن الله عز وجل يشافي مريضك، وإذا كنت تعاني من الفقر ومن نقص الأموال الله عز وجل يضاعف لك هذه الأموال، والكثير من أبواب الصدقة والخيرات والبركات. بل إنه يوم القيامة في 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 أبواب الجنة في باب اسمه باب الصدقة يدخله من تصدق. ليش يا ربي يعني أو ليش هذا ربي حط هذا الباب؟ لأن المال غالي والواحد يقعد يدفع هذا المال يقاتل نفسه عشان يدفع. وكذلك الرسول يقول الصدقة برهان، الرسول يقول لا إله إلا الله، الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول الصدقة برهان يبرهن الشخص محبته لربه هو يدفع من هذا المال. وإذا دفعت هذا المال يدعو ملك يقول الأول اللهم أعطي كل منفق خلفا، أنت انفقت اليوم ترى الله يضاعف لك هذه الأموال، ويقول الآخر اللهم أعطي كل ممسك تلف، الله عز وجل يتلف هذه الأموال. حنا نبغاكم يدا بيد نفرح جميعا باكتمال هذا الوقف 1500 واحد ونفرح كلنا والله أنا توفيق. ولسان حال الميت وبنتقل عند أخي عون، لسان حال الميت فكر معي، لأنه في يوم من الأيام أنا وأنت يا عزيز المشاهد راح تكون في مكان هذا الميت يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربي أخرني إلى أجل قريب، عطني وقت يا ربي. ليش؟ فأصدق وأكون من الصالحين. الصدقة سعادة راحة انشراح، حتى وأنت مغلقة عليك الأبواب وتتصدق تأكد ربي بيسوق لك الخير، ولو أن كل أبواب مقفرة إلا أن الله عز وجل يفتح لك بصيص أمل من نافذة بعيدة بتقول ربي بيرزقني لأني أنا فعلت الأسباب وتوكلت على الله ودعوت الله، فالله ما يرد أحد والله عند ظن عبده بي. الله عز وجل يقول الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. أنت شو تظن بربك؟ تظن ربي بيغنيك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو يغنيك. تظن ربي بيوظفك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو أن يوظفك. تظن ربي بيزوجك؟ فوالله الذي لا إله إلا هو أن يوظفك ويسر جميع أمورك. تكفون يدا بيد لنبني هذا المجد، لنبني هذا الصرح العظيم اللي فيه حياتنا في الدنيا والآخرة. وهذه الحياة اللي احنا عايشين فيها ترى ما هي بحياتنا الحقيقية، الحياة الحقيقية بعدين. ما تكنزه اليوم، ما تدفع اليوم لله، ما تحطه اليوم تلقاه بكرة. تكفون 1500 شخص، خلونا نفرح. الباركود على الشاشة الآن، قم يا مال الشحم وامسح الباركود واسعد اليتيم واسعد الجمعية. قفلنا المبلغ الأول ودخلنا في المبلغ الثاني وباقي 1500. تكفون يا أهل الخير، تكفون، خلونا نفرح ونسعد باكتمال هذا المبنى اللي بيكون لنا جاري مدى حياتنا. يا أخي أنا أقول لك وقف جاري، في فرصة بين يديك. تكفون، الباركود على الشاشة، تمسح الباركود، تدخل على التطبيق على المتجر، أقل من 20 ثانية راح يكون لك وقف جاري مدى حياتك. شيء ثاني، تطبيق الراجحي، ما تعرف أنت، تضغط تطبيق الراجحي، جمعية البر الخيرية أو جمعيات جمعيات خيرية، تكتب فوق في خانة البحث الجديدة يطلع لك جمعية البر الخيرية بالجديدة، ثم يطلع لك خانة وقف اليتيم، اضغط هذه الخانة ونسعد جميع باكتمال هذا الوقف يدا بيد لنبني المجد. وأخوي عون تقول طيب، اللهم صل وسلم عليه. الله يعطيك العافية أخوي سالم. هنيئا اللي شاركنا الوقف الاول وهذا، والله العظيم انه حظه. انا بذكر لكم سالفه صارت لي قبل اسبوعين بالضبط او قبل اسبوع، والله العظيم الرجل هذا يدري. طبعا انا كنت كان عندي اشياء انتظرها لي يمكن الحين فوق 8 شهور او 9 شهور، والله العظيم اني طالع من الدوام من هنا وصلت البيت وانا في سيارتي ادعي يا رب يا رب يا رب حققها يا رب سبحان الله. قلت خليني ادخل على التطبيق الراجحي واتبرع في هالوقف، والله العظيم اني تبرعت وقعدت 5 دقائق او اقل، والله العظيم والله الرساله انها جايتني سبحان الله. فرحت
قلت يا الله انا اسمع الكلام وكذا لكن ما بعد صار لي نفس الكلام هذا، لكن والله العظيم والله والله انه صار لي هالموقف واني فرحت اللهم لك الحمد. جيت ابو سعيد وعلمته بالعلم، قال سبحان الله، ويقعد يعلمني بال شو اسمه التبرع وما ادري ايش وانها فضلها وكذا. ايقنت تمام اليقين ان سبحان الله ربي تعطي، سبحان الله يخلفك يا سلام، يعني اضعاف ما تقدر عليها سبحان الله مضاعفه. فبادروا تكفون والله العظيم. الوقف الاول انا وسالم، طبعا سالم ماسكن الوقف الاول وكذا، في ناس والله العظيم انهم جايين يقول تكفون هو تقفل، لكن فيه مجال بعد فيه كلنا ان شاء الله بشنو بالخير الوقف الثاني، وتبرعوا والله لك الحمد والله العظيم انه فرحان الحمد لله. واليوم على مشارف الختام. اي والله والان على مشارف الختام اليوم والله العظيم، اللي ما يتبرع والله انا اقول احسن يعني محروم محروم. اي والله اسال الله بفضله وسلامتك عندك يا ابو. اللهم انا بقرب عليك بعد التبرعات. شف 1500 شخص انت اللي تتابعني الان، ترى الله اختارك، اختارك بانك تكون في هذا الركب العظيم الركب الجميل الركب الرائع اللي 1500 يعني سبقوكم ناس كثير قبلكم. وش يمنع انكم انتم تكونون معنا؟ وش يمنع انكم تكونوا من اهل الخير وانتم كذلك من اهل الخير؟ فانا اقول لك والله انها فرصه، اقرا عليكم بعض التبرعات من الناس اللي نخيناهم وبيض الله وجيههم وقالوا احنا معكم، مثل ما قفلنا الوقف الاول 34000 سهم من 300 ريال، والان كنا تقريبا اكثر من 20000، اليوم باقي 1500، قالوا احنا بنقفل هذا الوقف واحنا معكم يدا بيد، وما يمنع انك تنشر وما يمنع انك تبدي هذه الصدقات. الله عز وجل يقول وان تبدوا الصدقات ابدها عشان تحمس اللي حولك، وان تبدوا الصدقات فنعمة هي. الان الجمعيه ارسلوا لي بعض التبرعات، انا ودي اني اقرا عليكم بعض التبرعات. يقول يا شوف الان يعني جذبتني رساله انها عن متسابق، اتبرع بنيه عبد الله المري وتبرعت ب10 ريال. انت يا نجم الخارج من البرنامج ترى لك اثر، شوف الان كيف تبرعوا لانهم يحبونك، انك تركت اثر جميل على الشاشه. انت 90 يوم الا ان اثرك وطيبك وفعلك في 90 يوم ما زال في صدور الناس، فالان عبد الله العالم ذكروه وتبرعوا بنيته. ابقرا عليكم كذا بعض التبرعات على عجاله، ويا حظ ويا هني من اختاره ربي عز وجل. اتبرع من نوره لوالديه ب 200 ريال واسال الله عز وجل يطول في عمرهم. اتبرع بنيه عبد الله الحربي واسال الله عز وجل ان يسعده ويوفقه، وقولوا له اني انا فاعله خير، اسال الله عز وجل ان يبيض وجهه ويجزاكم عنا خير الجزاء. كذلك جوالي من ذلك يتصل، كذلك متبرع فاعل خير يتبرع ب 150 ريال، كذلك فاعلة خير تتبرع ب 300 ريال، فاطمة تتبرع ب 300 ريال، أم ناصر عنها وعن والديها ب 300 ريال، عبد الله المقاطي يتبرع ب 300 ريال، ركان الأكلوبي يتبرع ب 450 ريال، منيرة الدوسري تتبرع ب 450 ريال كذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وجوده وكرمه وفضله، أسأل الله عز وجل أن يجعل كل من تبرع في خير إلى خير، وإن كان هنالك مريض أن يشفيه ويعافيه عاجل غير آجل، وإن كان في ضيق من الرزق أن تضاعف له أمواله وأن ترزق خيرات الدنيا والآخرة. يا رب نسألك بفضلك وجودك وعطائك بين الأذان والإقامة، وهؤلاء يا رب أنهم دفعوا أموالهم ابتغاء مرضاتك ابتغاء رضاك عنهم، أسأل الله عز وجل أن تحقق لهم أهدافهم وأن تحقق لهم طموحاتهم. وإن كان هنالك من يريد الزواج، أسأل الله عز وجل أن ترزقه الزواج. ومن كان هنالك من يريد الوظيفة، أسألك يا خالقي يا رازقي يا راحمي أنك تفتح عليهم خير الدنيا والآخرة. هذه جمعية وقائمين عليها هذه الدولة المباركة وعليها رقابة، الريال اللي تحطه تراهم حاسبينه وين بيروح وين وصل، وعندنا دولة عظيمة حفظها الله ورعاها. فنقول الفرصة بين يديكم، راح أكثر من كم سهم الآن، خلنا نقول 1400 شخص أو 1450 شخص من 300 ريال. خلونا نفرح، خلونا نسعد، خلونا نستانس، خلونا ننبسط، خلونا نحذف الشماغ ونقول يا ربي لك الحمد. أقفلنا هذا الوقف في فقرة نوافذ مع أخوي عون. 1500 شخص يا رجال الأعمال وسيدات الأعمال،
ناشدكم، انتم اهل الدثور، انتم اهل الاموال اللي قال الله عز وجل فيكم يوفي، الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينفقون اطراف الليل وانا النهار. جو الصحابه قالوا يا رسول الله ما عندنا فلوس، قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا اقول لكم فضل الله عليكم انه اعطاكم هذه الاموال، هل تبون الله عز وجل يضاعفها لكم وتكونون في 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 جنان الخلد وربما الفردوس الاعلى؟ فضل الله عز وجل كبير بسبب هذه الصدقه، تدخل من اي باب شئت زي ابو بكر فليفعل. يعني ابو بكر خلاص وضع كل ماله لانه علم ان الله عز وجل بيرزقه. وانا امس والله الذي لا اله الا هو اني بغيت ابكي لما شفت سلطان ثقل اخذ المركز الاول. يا اخي هذه قصه عجيبه في التوكل على الله عز وجل، ترى هي ما هي بس كلمه يقولها، لا مع يقين مركي حجاجي على الله، ويوم اركى حجاجه على الله سخر له الله عز وجل، سخر له الجمهور، سخر له عيال عمه، سخر له اخوانه، وسخر له من يحبه، واخذ المركز الاول بالعلم انه داخل ما عنده حساب تويتر، ما يعرف شيء اسمه مفصول شاشة. من عمله ترى مفصول من عمله الله. يا اخي كان يقول لابو عبد الله، ابو عبد الله تكفى وظفني بعيد القرى، ما معي فلوس. يقول سالم في يوم الحفل والله الذي لا اله الا هو ان ما معي الا 270 ريال في يوم وليله، ودعاء وتوكل على الله عز وجل يعني كسب مليون ريال. لا تحسب انها قصه عاديه، لا هذه قصه عظيمه في التوكل على الله عز وجل. تظن انك انت اذا توكلت على الله عز وجل زي سلطان ثقل ان الله ما بيرزقك؟ حاشا وكلا والله الذي لا اله الا هو ان يرزقك، ويسوق لك التباشير، ويسوق لك التوافيق. تكفون يا ناس، تكفون يا عالم، باقي 1450، خلونا نفرح ونسعد وننبسط ونستانس. نقفلنا وقفين خلال 4 شهور، وقفلنا يعني قبل كذا اوقاف كثيره، ويعني ناس نسوا وش دفعوا، ولكن الله ما نسى. الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره ذره شرا يرى. فالفرصه بين يديك، يا من اردت الخير توفيق الخير وتيسير الخير، فرصه بين يديك. 1450 ترى هناك يعني الوقف الاول ما يقارب 30,000 او 34,000 شخص، والان تقريبا ما يقارب 20 او 30,000 شخص. كل هؤلاء تبرعوا لكن ترى ما نعرف اسمهم، لكن عند الله عز وجل تسجلت. يا اخي اذا ما قدرت يا اخي انشر، ما قدرت كلم اي شخص، ترى فيه وقف، ترى فيه شيء يسعدك، ترى فيه خير جايك كله هذا الوقف. فالفرصه بين يديكم، ابى انتقل ندعون وشوف خاطرك يا يعني. الله يعطيك العافيه، والله ما كل الكلام قلته ما شاء الله عليك. لا يروح تكفو، والله العظيم يا فيه ناس مهم محتاجين وما عندهم شيء، لكن سبحان الله يبذلون عشان بس الله يخلفهم خلفهم طيب، فبادروا تكفون. والله العظيم اني اقول صادق. الله يعطيك العافيه اخوي، يظل الله وجهك يعون. ننتقل للصلاه، ننتقل للصلاه افلحنا، استعنا بالله. يلا بسم الله. هلا يلا ترى بيمشي معنا، انت متوضي؟ يلا خلنا نصلي اجل. بسم الله لا اله الا الله. يا اخي الوقت في القناه سريع صح؟ من جد؟ والله العظيم انه سريع. ان الذين قالوا ربنا. ابي اغسل. انا ابي شماغي اللي عفضتها، كيف ادخل على الرجل بعد شوي؟ اشتري لك بخشم الريال. ابي لخصم راتب. اتوقع اني غسلت بهالمواعين قبل شوي. صدق؟ ايه. امي تبي لا. خلني باه. عون. ترى انا اي عن اشواء انا ان الذي كيف لا حصل بس انت من عندك. خلنا نصلي يا اخي، هذه ما قبل شيء متمسح الفرشه. اسمع لا هذه مكانها محدة. الله يسر، لا تمسح في اباضه بعد شيء هو ماشي يا يعني. الله ضحك يا الله شو صار؟ الله يصلحك ويرفع عنك. صل الحين بتروح تقابل الله عز وجل. لا اله الا الله. على طول على طول عرض كيف على طول بصلي. يلا 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 الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بح الله منك. بعض قال انتظروني استووا استشعروا وقفوا بيد الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم
خلاص والله كنسلت مع السلام. روح والله خلاص. والله اني انا مليت منك. دخلت اسمك ساعتين يا اخي ما عاد عندي طاقه اجتماعية عالية. بقعد هناك بس عشان برا حر. انا والله تعبت. برا حر. تعبت يا اخي. تكفى سالم. سالم سالم سالم. خلاص. خليني بقعد هناك. وين وين؟ اختار اختار وين؟ هناك. باقي في جلسة ما جلسناها تصدق؟ ها؟ اجلس اجلس ارجع ارجع هناك. ذيك ذيك ذيك. وقول وينها؟ يا اخي فكني من وجهك. وينها؟ فكني من وجهك. وينها؟ سالم سالم ما عاد ابيك خلاص. ايه انا بني كل علاقاتي في الحياه خلاص. ابي ارتاح لحالي ابي ارسل حالي. في جلسه مو حضور. خلاص. في جلسه في جلسه ما في جلسه ما حللنا. في جلسه ما حللنا ما قعدنا فيها. يا اخي خلاص انا بعد ابيك روح. وين اروح؟ روح 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 بيتك امك دقت دقت. افا سالم سالم خلاص امزح معك تعال. قلت تعال خلاص تعال زمان. لا 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 اتغلى انا خلاص اسف. فيديو كليب فيديو كليب. تعال 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 داخل تعال داخل تعال داخل تعال داخل. خلاص غيرت راي خلصت رايك بعد خلصت رايك غيرت رايي ما عاد ابيك الحين رايك على طول يتغير. اي الراي ترى بتجيني حالتي قبل نفسي هي حاله حالي قبل شوي. وش هي وحده؟ اول وحده اول ما جينا حالات كبار جد سالم. اخر مره اخر مره خلاص الحاله ما هي بجايه يا اخي اسمع. بسم الله حب راسي حب راسي تروع ترك تروع ما عمرك حبيت راسي يا سالم. وشو سالم؟ ها وانا عمك ما حبيت راسي اليوم. ما حبيت راسي. سكر وبرك سكر الباب حاولت تطلع ما ادري. طيب هذه ليش ما فيها؟ تعال تعال كيف؟ عون تعال تعال خل خطط. يا لا 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 يا ويلي 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 ايه لا 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 تدري هذا يكبرون فمك؟ لا 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 ودي ادخل وجهك هنا. تعال بنجرب بنجرب تعال خلينا نجرب. تدخل يدخل وجهي ولا لا؟ تعال تعال اسعود خلنا نسولف بدون مضاربات. ترى قسم بالله كل ما اجي اشوف اصبعي ترى قسما بالله. ابي مويه. طيب سؤال ابوك؟ ها ابوك انا ذهب على البلاء لو كبوي تبريت منك والله. راح اجيب ماء بروح اجيب ماء. بسم الله بسم الله لا والله بسم الله لا هلا بيسوي شيء. عون تعال تعال بضرب ضرب اخي يوفقك الله يبلع. كنت بسويك فيك شيء الله يوفقك. تعال 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 يا قلبي تعال تعال وعبد الله وعبد الله جلد ما ابنك جلد ما ابنك يا ابو عبد الله. اسمع صل على النبي. والله اني قلت يا ابو عبد الله انا وش ماسك؟ والله اني قلت يا ابو عبد الله انا وش ماسك؟ والله اني قلت انا وش ماسك؟ ايه يا الله عشان تكسر عشان ابو ابنك. والله اني عارف برني يعرف حركاتك تبي تكسر عشان مو بريك ولا ايش تكسر ليش تكسرها ليش تكسرها ها تبي نسيت طب انا ما نسيت طيب ما بتكسرها وين قبلها وين قبلها
هذه ابو عبد الله كسرها وحنا ما نرضى، لان خلاص كفايه تكسير، عفط هذه وكسر هذه، ما هو منطق ابدا. اللي يصير هذا استهتار، هذا لابد خصم الراتبه. الطاوله قيمتها 800 ريال لازم يدفع 1600 حق الشيء النفسي وحق الطاوله، ما هو منطق ابدا يا ابو عبد الله. اللي جالس يصير استهتار، اللي جالس يصير استهتار. امزح معك، امزح معك يا ابو عبد الله، ابو عبد الله امزح معك يا ابو عبد الله، ابو عبد الله امزح معك يا ابو عبد الله، امزح معك يا ولد. ازعجتني. انزل. 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 طيب ارجع. ارجع. انزل. نمّا. تبلاني اني انا كسرتها؟ شو تسوي بها؟ تعال. تتبلاني ليه؟ تتبلاني ليه؟ يا الله يا سبحان الله. قم 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 رجع الفرشة، رجع الفرشة. انت والله حلو والله ازدح والله. رجع الفرشة. خلاص خليني اجرب هذا. لا. لا صاد صاد. رجع الفرشة. لا صاد صدقني بسحبك. رجع الفرشة. والله لا اسحبك والله. لا. والله ما اضربك والله. والله. اقسم بالله. تراك حلفت. والله يقول ابليسك. يلا. ازدح. زينها. ازدح. يلا. عشان بيصح. يلا. والله حلوة حسيتها حتى انا حلوة. والله العظيم. تكفى قوة. يا ربي يا ويلي يا سلام الله يوفقك. وقف ارجع ارجع. يا ربي ايش اسوي به؟ اقسم بالله يا ولد ما عندكم عصا شيء يا ولد. هذا عاد صغير ويلسع، هذا كبير انتبه منه. وقف وقف. تعبت يا ربي. سامح انت سامح يا ولد؟ لا تكفى باخذ حقي يا ناس. جتني حالتي يا جتني حالتي. تعال بسم الله. حالتي اللي قبل شوي هي جتني حالتي. صل على النبي. صل على النبي. قاعدك صل على النبي. لا جتني حالتي. تعال انا تعبت. تكفى تعال. يا ربي ربه. خلاص ما نبقى لك. تعال تعال يا ربي يجي. ابي لسع يا ربي يقرب. خلاص انا تعبان تعبان. تعال انقذني. ايش فيك؟ انقذني يا ربي يجي يا رب. ابي لسع. انقذني يا ابو سعيد. ايش فيك؟ تعال. فيك؟ قوة ولا بضربك. تعال. ارفع يدك ثاني. الثانية. الثانية. ايوه. ما في شيء. امان الله. هذه الأولى وهي الثانية. خلاص امان الله. تعال. خاطب. خليني اخذ حقتي. ازدح شرجك. ازدح شرجك. لا. يا الله وش الحوسة ذي؟ يعني اثنين والحوسه ذي كيف كيف ليه؟ خلاص لازم ننظف. لازم ننظف. طيب خلينا ناكل خبز عشان
اي عشان الطاقة. الطاقة. تعال تعال. تعال خلينا ننقل خبز هناك جلسة. ترى المويه كلها شربتها. ليه؟ الأربعة. خلاص خلينا نجلس نسولف. اسمع والله لازم نرتب. والله لازم نرتب. خلاص رتب وانت كل وانا اكل وانا باكل وانت رتب. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. وش اللي تركته وناكل؟ خلاص خلينا نسامح والله يسامحك. لا. شلون تكفى؟ خلاص رتب رتب الفرشه الفرشه الفرشه. وش؟ الفرشه. اسمع. خلاص خلينا نرتب الفرشه. يلا خلينا نرتب. ايش رايك نخلي الجلسه ذي هنا والجلسه ذيك هناك؟ صدق صدق. نجرب نجرب. والله العظيم. تطلع حلوه. احس انها هناك حلوه. خلاص اسمع ترق وانا انا بوجهك. لا لا. الفرشه اللي يعضها كلب يموت على طول. اي والله وانت تمسح فيها. خلنا ايه اسمع اسمع اسمع. اسمع. تكفى والله خلاص نسولف. ليش ما نخلي الجلسه ذي هنا؟ والله ما سولف. طيب بنحط الجلسه هنا وذيك هناك. يا ولد ما فيني حيل. وفا. اي والله ولا افا. قلت تم؟ لا ما بتم. او كنت معودني بالتم. ايه يا ابو سعيد. والله ما ايش فيدي اصبعي محترق. تركه. عون ترى عقال اذا قيمته 40 ريال. اشتري لك عقالين. عون ليش اشتغلت؟ ليش انت كذا؟ ها؟ صغار شك في ابي اغتابك. شفت تضرب؟ يا ويلك مني. اه خلاص الحين خلنا نجلس. جلسه سوالف. خلنا غير جلستنا. سامح؟ لا. خلاص والله. ما تسامح والله خلنا نسامح والله والله ما خلاص خلاص الحين ما عاد في اي شيء خلاص خلاص شوف تضرب يا ويلك وين الماء وين الماء شربته كله لا لا بشرب ساعتك خلاص خلنا نجلس باقي وحده ليش جلسه ارضيه هنا باقي وحده انا هنا لا كذاب هذه الكاس خلاص اسمع خلنا نجلس نسولف ناخذ قهوه وشاهي انت قهوه عندي ما ابغى قهوه ابغى شاهي طيب خلاص تعال خلنا نجلس نسولف شاعر القمة. اوه بعد شوي شاعر القمة. تبي شاي انت؟ جيب شاي وجيب الخبز. لا تخاف ما تجي احد اكل. بسرعة. اول شيء خلنا نجلس كذا. اي نجلس هنا نجلس هنا. لا لا خلنا نجلس فوق اول شيء لين نرتاح بعدين ننزل تحت. انا مرتاح طيب. انا ما مرتاح. اي اي كسر كسر. اي والله كسر. تعال هنا. انا بروح اجيب الاغراض اجيك. اسمع هذا بجيك ها؟ خرت بالطه. احب ان اشكرهم صغيرين وكبار. جمهوري الغالي احرار وشياهين. انا مشارك في قناه الجماهير الواقع اللي تستهيض المشاعر. الاخلاق بذره. يقول الاخلاق بذره طيبه. مغارسها وسط كنورس حفوره الله هذه من هي كلماته شوف الاجيال يا الله اليوم اللهم لك الحمد انا طبعا فيني ارق له يمكن اسبوعين طبعا رحنا لابها اول يوم نمت فيه 5 ساعات حلوه اللهم لك الحمد ثاني يوم تخيل كملت 30 ساعة ما نمت ورب الآيات أنها 28 أو 29 ساعة ما نمت نزلنا هنا جينا عندنا بث إلى الآن ما نمت رجعت البيت أبي أنام ما جاني النوم إلا بعد 5 ساعات نمت 8 ساعات وقمت الحمد لله البارح جيت قلت بنوم من الساعة 1:30 لا جاني النوم إلا 4 شفت الساعة 4:45 بعدها ما عاد أدري عن نفسي وش علاج الأرق؟ أقسم بالله ذبحني. صح إني أفكر تفكير وما أدري إيش كذا لكن أبي أبعد التفكير عني. وش العلاج؟ أفيدوني تكفون لأني والله تعبت أقسم بالله تعبت. يعني تخيل أجي على السرير كذا أناظر يا رب تكفى يا رب خلني أنام. طبعًا في علاج آخذه. شراب زي الاحتقان كذا يجيب النعاس اشربه
بس اني اقعد اربع ساعات خمس ساعات ما انام. انا ابغى انام على طول، ابي ترجع الايام اللي راحت، احط راسي على طول ما ادري عن نفسي. ما ادري الان هو تفكير، هو عشان نظام نومي تغير، او ما ادري شو الوضع. الصدق صدق اقسم بالله تعبت، والله تعبت ورب الايات تعبت من العرق. يعني تخيل في غرفتي ما انام، ما اجي للنوم، لا جيت عند امي كذا اسولف معها في الصاله وما ادري ايش، سبحان الله يجيني كذا خلاص نوم. لكن لا رحت السرير، لا اغير مكاني، اروح المجلس، اروح المقلط، ما فيه لا حياه لي من تنادي. فوالله العظيم اني خلاص ابي اموت، ابي ارقد. مش تاكسي؟ لا جيب فناجيل وتعال. صدق مش تاكسي؟ لا صدق مش تاكسي؟ الخمس دقايق يقول بنعطيها بابا، صح؟ ظني مهم رايح عند بابا. ها؟ تدري شو منياتي يا سالم؟ وش منياتك يا عمر؟ ان منه يجي هنا. سلام! سبحان الله، شوف حوس الدنيا. يا ولد هذا وش؟ لا اله الا الله. يود في هنا ما ادري وشو. رعد اليوم عنده مناسبة. والله رعد. فأنا حسام وأنت نعتذر. اي والله نعتذر من أبو عبد. والله العظيم. وابشر بالعوض يا ابو عبد المحسن. شفت كيف؟ كنت اسولف لهم عن الارق اللي جاني في ابها. كيف؟ كنت اسولف لهم عن الارق اللي جاني في ابها. إيه؟ يا الله. ايش لقيت له حل؟ ما ادري شو والله الصدق. طيب اول شيء خلنا نفكر مع بعض، وش اسباب الارق؟ هل هو كثرة التفكير؟ مو بعد تفكير مره. طيب؟ ما نبي افكر مره. يعني انا اعرفك. انا مشكلتي اول ما جاء استريح على طول نوم. ايش؟ اول ما جاء استريح على طول نوم، لكن الايام هذه لي الحين اسبوعين. عادي ترى جتني بدايه البرنامج، والله يعاون تعبت تعب. لا ما تنام؟ ما انام، انام بس اني اكون اتحلم افكر. يا لبيه انا اتحلم يا لبيه. تعرفي نايم صاحي تعبان انا، بس اني ما اقدر اسحب، ما تقدر تنام. ما شوف اصبعي حركته، شوف لقافه. انا قصدي اساعدك بس انك انت يا عون. لا تساعدني، ما طلعت منك مساعده. وش سويت طيب؟ بالله في حياتك جاك اذا جاك الاهتمام بشخص ما تحبه؟ ها؟ ايه ايه صح. طيب بالله قد جاك ارق؟ طيب اسمع شو حياتك؟ ارق؟ ايه بسيطه، استخدم مزي ارق. ضحكتك وضحكتك فيك. بالله عون، بالله سلك. اللي انت تسلك ترى ما اعرف انت تسلك ولا تضحك. بالله سلك. بالله؟ اي والله. طيب قل لي اي نكته او اي شيء سالفه سامجه. نفس وجهك. ابشر. يلا. انا لطمت عون في المطبخ. طيب شوف كيف اسلك لدرجه ما تعرف. يلا ما لا تقول سالفه، ما يهمني موضوعك. ليه؟ بضحك كذا على طول. طيب ليش تخليني اقول بس؟ يلا. هذه تسليك ولا ضحك؟ هاي نص. طيب سالم سعيد يا شباب، لا سالم سعيد قبل شيء صح. سخيت قدامك بس يا اخي تسليك تعب. بالعكس انا استانس. اوف انا بطين اجلس مع ناس هو يقول سالفه وانت ما تدري مستضحك، فهمت؟ هذا يسبب الم في البطن ويسبب صداع وشوي حساسيه. حساسيه ايش؟ على كيف كنت؟ والله لا يوفق. ان الله يدافع عن الذين. طيب انا يا عشق شو يا سبحان الله يا سبحان الله. يا اخي انا بعض الاحيان اذا جلست مع ناس سامجين خاصم. ايوه هذا اظفر. بس انا ما ادري ايش تقطون. ايش ترطعون هنا بعد؟ ايوه لا يهم ازلم عليك. صدق امنياتي ان منى يجي هنا. منى عم منيب. اول شيء ترى عندهم هو شعر القمه اليوم. حلو. والله ما تجي ادحهم. ما عاد بدا. اسمع بيبدا هو الان بشعر القمه، اعطني كلمه عن شعر القمه. شعر القمه سبحان الله من البرامج الحلوه صدق. ايوه ليش حلوه؟ ليه؟ ايه احنا ملينا من جو المتسابق ورياليتي ومدري ايش. سبحان الله جاء في وسط الاسبوع. تطعيمه رف كذا يروق بك. يعني انا اذكر في مره تاخرت جيت الساعه 11 اقسم بالله انقهرت. طبعا كان شعر القمه يوم الاثنين. ايه انقهرت ابي احضر لاني طفشت رياليتي متسابقين هواش
مز وش قصدك يعني ما تحب المتسابقين؟ بالعكس والله اني فقدتهم. لا والله بس نحسك ما ادري سبحان الله والله اني فقدتهم بس انك كنت تقول ريالتي يوه ثقلك على دمي ايوه بمسح شوف لو تمسح في المرتبه ليه؟ والله لا تدق على صرت واقول ترى شعر القمه ايه ايه عبد الله يجي جمهور يجي ناس يجي حماس يجي حماس ايه بعدين اجي الجمهور لا لا وما ادري ايش كذا والله اني ابي اسجل البرنامج الثاني وما ادري ايش هذا انا اعطيهم وضعيتي اللي سجل ابشر بس ايه ضبط اي لا شيء اسمه مقطع مقطع التسجيل هذا اسمع يوم طراح شعر القمه يعني ما احب الواسطات ما تحب الواسطات صادق احنا عندنا اصلا ما في واسطات صح يا اخي لا عاد تمسح في الاثاث الله يرحم والديك ما ادري مسح في الفرش اللي هنا ومسح في المخده ومسح هنا والحين مسح هنا ايش فيه؟ يا شباب جيبوا لنا مناديل طيب عون عون بسألك سؤال مرحلة في حياتك كانت نقلة نوعية كذا تغيرت حياتك من هنا كم سجلت في برامج الواقعية والله؟ اي والله ليش؟ انا كنت متابع اول بس مو متابع مرة مرة يعني زياد اعرفه ناصر الغامدي اعرفه بعضهم لا ما اعرفهم ليه ما تابعت لدرجة يعني اللي عندي يعلمني مثلا امي متابعة مرة هذا قلت والله يا امه ما اعرف صدق اجي في الصالة اشوف امي حاطة القناة وكذا وتتابع بس ما اطفش واروح بعدين كنت اشوفهم يلعبون ينقزون وذا قلت افا يا ولد الواحد كبر ظهره يا حي اقسم بالله في واحد كبر ظهره يا ولد قرعنة هي شو دلو يكبر ظهرك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ورعنه كذا اقوله ايه ايش السماجه سبحان الله شوي العون يتسحب قبل شوي العون تذكر يوم استحتب كل الارض قبل شوي اول واحد من استاذ خلنا نكمل قسما بالله ولا كنت متوقع اني بكون يوم من الايام متسابق سجلت كذا تسجيل اقسم بالله لو تشوف المقطع حقي انت تضحك لين ملابس داخليه استهبل عليهم وكم كان والله وزنك؟ والله ما يقبلوني كم كان وزنك؟ ماك دخل ترى عادي بل إن ترى هذه قصة في قوة العزيمة وتحقيق المراد والوصول إلى الهدف أوراق الجمال مع ناصر سيادر ترى مو بهدفي أني أكون متسابق وأني أكون سبحان الله لكن سجلت تسجيل ما أدري كيف ما أدري شو وضعه شوي بعد أسبوعين ألو ما أدري ما شفت ما أدري من... لا قبل لا أرقد كذا خذيت حتى ما جيت اتاكد واحد من العيال الو السلام بقطيان احمد بقطيان اقسم بالله السلام عليكم انا سبيعي قلت ايوه من معي قلت الحين وظيفه شيء قال معك قناه بدايه قناه بدايه اي قلت هلا مرحبا قال انت سجلت معنا قلت لا قال الا انت عون سبيعي قلت اي قلت طيب سجلت معنا لا اي لا احد ترى مقابلتك قلت يا حبيبي انا ما ابي ترى والله سجلت كذا شفت ذا قال لا يا حبيبي لا حد تجينا وتراها مقابله مبدئيا يعني يمكن ما نقبرك اي يمكن ما نقبرك عطاني شوي كذا وبيض الله وجه احمد ترى يوم انه ما ابي اصلا حلو ترى سبحان الله جيت الا والله فوز الحارثي والشباب مجموعه مجموعه وادخل صاله كبر يمكن هذه كلها زحمه متسابقين كيف والله ما اقبر يوم شفت الناس دول كلهم ارتحت قلت الحمد لله راح انقبل اللهم لك الحمد ايش رايح؟ رحت غصب من امي انا علمتها ليتني ما علمتها قلت الحمد لله ارتحت ما راح انقبل اللهم لك الحمد وادخل اول لجنه منشد ولا وش منشد ادخل اول لجنه شفت الصوت قال خلاص انت راك مرتاح بس تصبر يا معدو قال اقسم بالله يا ابو سعيد ورب الايات هلا شو قال حاتم الشهري الله يستر عليه وفوز حارثي شوي 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 ركض الثالثة جبتها آخر واحد آخر شطر ما أدري وين راح بغيت ما كنت أحفظ لها راحت كذا نسيتها كذا خلاص يوم قالوا خلاص الله يعطيك العافية خلاص الحمد لله خلصت اللجنة قال لا باقي لجنة يا الله وروح لجنة ثانية الحمد لله خلصت لجنتين قال لا باقي لجنة ثالثة اللجنة الثالثة من زياد الشهري أقسم بالله وجي عنده أنا أنتظر واحد قال واحد ترك من المقبولين قلت له كذا ايش قال ترك من المقبولين توهم يتكلمون فيه قبل
قال هذا لازم نقبل. صدعت، جاني صداع في بطني وفي صدري وفي راسي في كل شيء. صداع ايش دراك؟ اقوله قال يا اخي انت شكلك كذا مقبول. اي مقبول وكذا. طيب انا ما في انقبل. ويجيني ريان الشمالي الله يستر عليه مسؤول متسابقين، قال عون بعد ما خلصت من زياد، عون عطني بطاقتك الشخصيه. قلت مين معي؟ قال عادي صوره منها او شيء. قلت مره مين معي؟ في البيت، ناسيها في البيت، ما ابي اقول في السياره عشان يقول روح جيب. ما ابي. قال طيب عندي رقمك الخاص. قلت ماني بحافظه. قال طيب عطني جوالك. قلت ما معي رصيد. يبي يدق عشان يحفظ رقمي. قال ايش وضعك انا؟ قلت صدق والله ما ابي، ما يعجبني الاجواء ذي. قال يا ابن حلال اعطني رقمك. قلت انا دريت ترى علمني ذا انكم قابليني، لكن اقسم بالله ما اجي خايف. قال اوكي هذا رقمي، ولا جيت هناك ترى بدق عليك. طبعا خذ رقمي دق على نفسه. هذا اللي ما بيعصيه. لا تقول شحلك. لا لا تخيل هذا على طول بتوزق شيء واروح البيت. طبعا اهلي كانوا اجازه الديره طيران تايلند. هم في تايلند؟ كانوا في تايلند بعدين راحوا رونيا. على طول من تايلند يا رونيا. حلو. فطربيشه على طول رونيا. افكر في الخط. هم يا رب يا عيال يا ولد يا عس. ابو سعيد اقسم بالله قعدت لي اسبوع كامل وانا الوتر حتى اصلي. وش اقول؟ يا رب ما انقبل. يا رب اقسم بالله اقسم بالله يا رب ما انقبل. جيت له والله جالسين اخواني كلهم امي وعم كذا. قلت الحمد لله يعني ما الله اراد قبولي. لكن الحمد لله. طبعا اخوي عبد الهادي خوي من؟ مفلح المشعري. اسلم. دق على مفلح المشعري قال لي اموره ان شاء الله تمام. ماشي. طيب انا اخوك ما يبي. ينظر فيه يضحك يوم ضحك. دريت. ايه. قالت امي الحمد لله خيره وما ادري ايش ولا توقف سجل وكذا وما ادري ايش الحمد لله. كاني ارتحت شوي. قال طبعا عبد الهادي اخوي من ابوي. قال عمه تراه 90% انها انقبل. فرحت امي والله. تقول ليش تكذب علي؟ كنت صدق ما علموني. انت ابغى الفكه. ابي الفكه ابي امي بس لحلفت خلاص والله انت روح اصبر. وقعد اسبوعين مستانس خلاص اكيد انهم قبلوا وخلاص خلاص انتهى الموضوع. ايه ما غير بس يسلك كل عبد الهادي اخوي سبحان الله. وبعد اسبوعين يدق علي الف مبروك تم قبولك. اه المشكله افكر يا عبد الهادي بيروح هو متواصل مع مفلح ومدري ايش. قبلها والله العظيم في الليل كنت في السناب. طبعا انا ضايف فواز والحارثي وضايفني. دق علي ما رديت. دق علي واعود. قلت يا ولد شبي شكلي بروح بدق عليه بعتذر. بدق عليه سناب السلام عليكم كيف الحال؟ قال من معي؟ قلت معك عون السبيعي. قال اي عون السبيعي؟ قلت الدب الاسمر اللي اقسم بالله اللي شارك معكم. قال ما اعرفه. قلت الحمد لله. يلا يلا مع السلامة. ويضحك ضحكة أول مرة يضحك. قال أعرفك وأنت أصلا سبحان الله الشخص اللي فارق بينهم. أبعلمك بشيء أقسم بالله أبعلمك بشيء. قلت قال وش تبغى؟ قلت وش تبغى؟ قال ترك من المقبولين في ذمتك. قال والله يحسبني فرحان. قلت تكفى تكفى يا أبو هزاع تكبى 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 تكفى عشان يديني لحمية. قال بعلمك بشيء بس لا تعلم امك ولا تعلم احد. اصلا انا ما ابي. قلت تكفى وما ادري. قال لي الامور طيبه وكذا سكت. هم ارجع صل الوتر. شوف عيال عماني يلعبون وكذا وما ادري. انا ما ابي اروح من الديره. ما ابغى ارجع. ايش بالهم؟ اي والله. قال يلا ترى الاسبوع الجاي لازم تجيب شنطتك وتجيب وتجيب وما ادري ايش. ومتى البرنامج؟ قال بعد شهر. يعني مجلس شهر. قال عندك جناح لك وعندك فخامه. كل واحد له جناح. طيب بجيكم بعد نص شهر لين تخلص الإجازة عادي الأمور طيبة. قال لا لازم تجي على طول على الرياض. قسم بالله ما في هم. لين سبحان الله ما أدري كيف فتح الله علي. دق علي أخوي قال يا أخي يمكن رزقك من القناة لأن أنا طولت أبي أتوضأ. يمكن رزقك في القناة. سبحان الله. أي والله. قلت يا سلطان تكفى شوي ببكي. يا ولد ما أبغى. وجهك يرفع الضغط صح؟ اي والله بس امي حال الله دعوته. اي والله قبل الوتر اصلي الوتر وما ادري ايش يا رب ما انقبل وما ادري ايش مثل امي تدعي من تحدده. ما في ولا جت ربعها قسم بالله. يا مخلص قالت ترى اني ادعي لك والله اني ادعي لك وانت تدعي اصلي الوتر وذا. طبعا امي تدعي انا ادعي كذا
أمي تفتح كذا على طول على الله أطلع أنا كذا بعدين ينزل تحت سبحان الله شاركت والله أنها من أفضل مشاركة طبعا خذنا 20 يوم قفلت القناة رحنا لبرنامج السوق سبحان الله والله أنا من بعدها تحس تغير فيني أشياء كثير سبحان الله سبحان الخلاق العظيم والحمد لله أنا رزقي صدق في القناة سبحان الخلاق العظيم سبحان الله شوف كيف دعاء دعاء الدعاء يا أخي غير الحياة الله. أنا أعلمك سالفتي أنا كلمني ناصر ودعم سعيد سعيد كيف حالك طيب وش نعيك أنا كنت آخر مستوى تخرج خلاص بس باقي ما تخرجت قال لي سالم عندنا برنامج السوق حلو نبيك تسجل معنا قلت أنا برنامج السوق برنامج السوق آه قلت أنا يا أبو عبد الله والله إني صدق ما شو قلت اسمع قلت علي أخوي توه متخرج تو بطال ما عنده شيء لا ومنشد عدو يعرف صوتي قال لي صدق قال يلا تخيل هذا الكلام متى هذا الكلام قبل دخولكم بيوم يعني 24 ساعة علي أخوي كان نايم كذا جو خموه خمينا كذا والله العظيم في نفس يعني خلال 24 ساعة لابس مايك وداخل على الهواء كذا منصدم انا اشوفه اول ما جانا سوي كذا منصدم والله العظيم بعدين هو علي كان قبل القناة ما يحب يجلس مع احد غريب بس مع عيال عمي جماعتنا يروح بس ما يعني علاقاته محدودة شاهد وقنع 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 يدخل شوي خلاص دخل علي مرة الايام كنت انا صليت تراويح اسمع صليت تراويح وانا اصلي شوي يا ولد جاني الشيطان اعوذ بالله من ابليس قال سالم انا عندي علاقات قال كلم ابو عبد الله قول ابو عبد الله انت وادعمي انا ابي اخدمك ايش رايك اكلم لك مشايخ وانسق لك شوي قال ابو عبد الله ودق على ابو عبد الله بدي الترويح انا ابو سيد ارحب ارحب يلا حياك كيف حالك طيب يلا شو قلت ابو عبد الله السالفه كذا كذا قال ارحب تم خلاص تم وبعدك راتب 4000 بعدك 4000 هذا 4000 4000 4000 هذه من انا اعلى مبلغ بس تنسيق بس تنسيق تخيل قال لي 4000 هو قال لي 4000 تخيل قال لي 4000 انا من الصدمه صدعت مسكت راسي انا اعلى مبلغ ضخ في راسي 300 ريال والله فرق 300 و 4000 ما لومك اسمع هذاك كان برنامج كان برنامج البصمه اي بعدنا بصمه ايش برنامج بصمه جيتهم انا في يمكن يوم 8 او 7 جلست من يوم 7 لين يوم 20 بس هذه الايام كنت اجي في القناه واروح ارجع واطلع من بعدها اروح مكه واطلع المدينه حلو شويه في المدينه ترى خلاص الترويح شويه حوالي 4000 جاني هبوط كذا جا كذا مسطر يا وش فيك وانا كذا هذه تحس انك كذا كذا بعدين صارت يدي زي كذا اسمع بعدين صرت زي كذا هم يظلون فينا زي كذا متكبر عليهم ما عاد اعطيه حد وجه شنو بس عاد لا مفروض لبس ساعاتكم انا اشتري 4000 تطول طلعت ما تطول يا ولد انا اناظر قلت اقسم بالله فله وبعده برنامج الفرصه واخذ صار 5000 الله يا 5000 اقسم بالله بغيت اموت من السعاده واكمل شوي انا كنت اصور سنابات ورج حركي اروح واجي وارد وكذا شوي قلت يا ولد بروح اقابل ناس من اخوياي وجينا واحد من اخويانا ما شاء الله الله يفتح عليه في تفسير الاحلام كان يدرس عند الشيخ عبد الله المطلق وكان الشيخ عبد الله المطلق يجي ناس يبغون يفسرون احلامهم يسرهم إيه الشيخ يقول قبل يفسر الشيخ عبد الله المطلق انا اكون فسرته وكاتب على ورقه يقول واكلم الشيخ هذا يعلمني هذا الكلام قبل 20 سنه ولا انا جالس معه بعد 20 سنه يعني عنده خبره 20 سنه اكيد انا رايت رؤيا شوي احنا في مجلس كذا مرتب كذا كلنا اخويا يا العم اخويا زي كذا شوي قلبي يدي واحد قال يلا اللي عنده رؤيه او يجي يقولها لي وانا افسرها لكم جاء طق 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 لي وصل عندي واقول رؤيه اللي انا رايتها شوي مدك خلاص سالم ابغاك بعدين انا قلت لكم شاف علي ذا شو العلم روح اي والله كذا العالم يكلموني وهيك بتنفس يا الله هذه المشكله هذه اللي ترى بجيك بعدين هذه المشكله والله ما جاكني حصل جاني الم بطن كذا قلت تكفى 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 شادي خاص بعد العشاء يخلص المجلس بس اللي يريح وش كان 106 يقول انت ابغاكم بعدين شاد خلص شوي تعشينا يوم تعشينا قال انتوا السته اجلسوا مع جنب بعض احنا اخويا اي ولا شوي الاول الثاني يوم جاء عندي قال لا سالم ابغاك بعدين ولي ولا والله العظيم كنت الحين بيمسكني مناصح بينصحني اتق الله وانا ما سويت شيء اجعل اللي يفكر ايش سويت انا ايش سويت شريط حياتي كله جاء قدام شريط حياتي شوي
يوم خلص خلص ستة شو قال أكرمكم الله في أمان الله وسحب عليه طلع تعال تعال والله للحق إيه تعال تعال وين رايح أنت شو قال لا بخبر عند السيارة قلت لا ذا بياخذني معه هذا بيخليني يا الله والله العظيم هو يمشي كذا ويرتف كذا بوتم وتعرف في نفضة في نفضة تكفى تكفى شو قال ميدي خلاص اسمع يوم رحت مع عند السيارة والله ما جاك اللي حصل شو قال ميدي خلاص سالم خذ رقمي الخاص تواصل معي بكرة يا حبيبي والله ما اقدر انت بتعذبني والله سالفتك اتصل علي الساعة 1 ظهر ظهر قلت يا اخي ظهر ظهر حتى بس الرؤية الظهر يا رجل ما كل يوم تعال انت كيف ارقد الحين اسمع والله العظيم واكمل للظهر يوم اتصلت الظهر قال ميدي ابو سعيد اتصل بعد عشاء مباشرة شاهد اقسم بالله عذبني عذبني اتصل عليه قال ابو سعيد كذا قال زيك يا ابو سعيد واعطاني تفسير الرؤية ومعنى الرؤية سالم ادخل الاعلام وكان في ذيك الفترة اسمع كذا معناها انه قال انت في الاعلام شيء قلت انا معد ومعد وعطيت السي في قال لازم تدخل على الشاشة بس الشهرة سبحان الله والله العظيم شيء قال لي ادخل ادخل الاعلام اي فرصة تجيك ادخل كنا حنا في برنامج اللي على قناة دبليو ريد سيركل وانا كنت اداوم معهم في القناة في استراحة ناصر كانت القناة هناك وانا في القناة زي كذا يجون المتسابقين حق اللي يقدمون في التسيرك يجون وانا اسوي معهم مقابلات في لحظه ادراك وانا اكتب الاسماء قلت ولد ايش ما سجل انا القناه ناصر والشيخ يقول ادخل ولد الدنيا انا على طول تدخل انت اي المفروض اني ادخل بدل ما اسجل اسماء المفروض اكلم ابو عبد الله قال لي ابدي وسيد تم يكلم لي سامي الجعوري شوي قالوا خلاص يلا موعد المقابله احنا في رمضان موعد المقابله 26 ليلة 26 ليلة 25 والله الناس شاهد وطق سلف واروح لل اخذ اذكر في كافي مجتمعين ادخل كافي زحمة متسابقين الدور الثاني يعني اكبر لدي تشوف في حياتك 17 واحد حاتم هاني سامي اي غامض مثل كذا كل اي مقدم يجي في بالك ترى وجه اسمعهم كذا كثير مره والله اني ما انسى وانا جالس انا ماني بشاعر شوي قال ميدي انا فيني فضه بس انا اقول لك تزين بتزين بعدين وش هو الدور الثاني نطلع لهم واحد واحد قال سالم سعيد تطلع مع الدرج يوم اطلع لهم جالسين كذا كثير قالوا ايش جالس تقدم زين ما في تصوير اي والله يا ربي لك الحمد وجهي سد النفس جاي متكركب امور ياك وادخل عندهم من هم ما يعرفونك ما ادري عنهم اول ما جلست في النص جاي تقدم قلت متذوق للشعر وعندي رياليتي قال كذا شفت عين الغامس زكير تعرف ذيك نظرة لي شفت سامي قال كذا يا ري الله يسامحك يا ناصر الشاب هذا كذا تعرف اللي كذا شو قاعد يعطيني قصيدة وأعطيه القصيدة ملخبطة الشاعر ما هي بلاه بس شو قال بين شاعرها وصرف اسم شاعر والله العظيم لو انهم مركزين لا ركزوا كان معنا هاني يتوقع ما بهاني حاتم هو اللي بركز قال حاتم هذه قصيدة من قلت فلان فلان قال لا ما هي قصيدة قصيدة فلان فلان الله يسامح الله يسامح شوي بروح شوي الله والله شوي الحمد لله اقبالي قبول مبدئي قال خلاص يلا تعال خلاص تم قبولك يرسلوا علي العقد حلو تقرا طبيعي اني ما اقرا وجه راضي كذا كثير البنود وقع نفسي والله وقع وارسل شوي ادخل وادخل البرنامج اللي تصير يا اخي ايام حلوه كان معك احمد عبد الرحيم كان معي احمد عبد الرحيم ترى انا واحمد كنا سوا قسم بالله من؟ بس احمد كان يسوي نفسه مثقف كذا عندي قهوه وكتاب كذا اسمع يجيني زي كايو اسمع والله العظيم يجيني في نهايه البث والله ما ادري ليش يتكلم باللغه العربيه الفصحى يا صديقي لقد كتبت اليوم لك ذكريات في مذكرتي الخاصه اناظر فيها انا قلت شرفت شرفت لكن بعد بعيد ايه من اللي معك بعد؟ ايه بعدين اسمع لي يرفع ضغطي وش هو؟ وش يرفع معك يهز راسه؟ هو درس في الهند 7 سنوات صح 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 لان كيس وزي كذا انا اقول ذا هذا وش هذا؟ اسمع انتظر واجلس يا شيخ الرؤيه وين راحت؟ الحلم يا اليوم الاول الثاني العاشر العشرين قلت يلا ان شاء الله قدام شوي كذا قدر الله عز وجل تقفل القناه قفلت القناه كانت رده فعلها ثقيله على صدري الصدق وانك انت كنت باني وهذا من الخطا انك تبني اهدافك على الرؤيه رايتها حتى لو تفسرت لا تبني اهدافك على رؤيه شاهد تعرف اللي انا بنتني انا يوم رايح
في تحدي. في ناس من اخوي قالوا لا سام لا تروح الا انا رحت غصب صرت يعني كذا. وين رحت؟ رحت اخذت برنامج يعني. وين رحت؟ الا اني دخلت البرنامج وهم فهمت صار الموضوع انه اني اثبت نفسي. اي صح انكسرت. تعرف اللي كذا جاني غيقه يدق علي واحد من اخوي في قناه المجد الله يبيض وجه عبد الرحمن العامر. هذا رجل جميل جدا عارف معروف يا اخي رجل رجل الله يوفقه وين ما راح. بس العامر دق علي بوسيد كيف حالك طيب عندنا برنامج في قناه المجد اللي تقدمه واقدم البرنامج 5 حلقات شوف الخير اذا الله عز وجل صادق سبحان الله حتى الرؤيه دي يعني اسمع. صدقت سبحان الله واقدم 5 برامج عندهم حلو شوي 5 برامج 5 فقرات 5 حلقات خلصنا الحلقات انتهى الموضوع شوي على جهه اسمها جهه كيان الشباب لتاهيل كيان الشباب لتاهيل الشباب للاعلام الرقمي ياخذونك اوكي تعال انت شو انت شو ينقصك تعال احنا بنطورك عشان تدع عشان تروح في الاعلام تدخل في الاعلام عشان تنطلق ايوه شاهد والله ما جاك اللي حصل وادخل معهم يمكن حوالي 30 رجال فيهم مؤثرين كم معنا مؤثرين معنا اسماء لو اقول عرفتهم عمر بن ناصر ابراهيم محمد غير ازواجه قبل اسبوع الله يوفقه كذا واحد الشاهد وجي هو مش الفكره في نهايه الدوره في نهايه الدوره يكون عندك مشروع تقدم مشروعك ياخذون من الثلاثين سته السته دول احنا ندعم مشاريعهم هو كله ايش سوى قدمت الدوره وخلصت يوم خلصت سبحان الله شوف كيف اذا كنت خاوي ناس اهل الخير واهل العلم ينفعونك كنت انا ادرس حلقه مدير الحلقه طلع خوي المدير البرنامج طلعوا يعرفون بعض قال لي سالم طبعا ما كلمه ولا شيء بس قال لي سالم ترى هو رجال طيب امشي معه وصاني عليه واروح وادخل مع الرجال واسولف معه ويحبني شاهد خلصنا احنا البرنامج كامل بالدوره انا ما جهزت يا فقط يلا مشروع خلي على وجهه قدم مشروع قلت الله يبيض وجهكم وخلص المشروع وانا جالس كذا كنت اصور مقاطع تذكر تعرف انت اصور مقاطع وكنت ارسلها في جروب مؤثرون واخذها واحذفها في جروب مؤثرون شوي سلام عليك جايني كذا رساله سلام عليك طبعا تم قبول مشروعك باختيار من الاداره للمقاطع اللي تسويها يا سلام والله العظيم ياخذون مقاطع يرسلوا لي 10 يسووا لي تقريبا 10 عناوين مثال عن اي عنوان مثال عن تكلم عنه يعني مثلا اي رساله تكون صاحب رساله تاخذ انت الرساله هذه وتصورها مقطع وش سووهم؟ جابوا لي مايك جابوا لي اضاءات ضبطوني باختصار وقالت ترى مقاطعك بنروج لها يا سلام الله يبيض وجيهم جهه جباره تشكر قسما بالله شاهد وكمل 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 مدير المؤثرون هذا طلع من طلع مدير سابق يعني مدير قناه المجد او لا ماسك اداره بادارات قنوات المجد شاهد قال سالم انت مبدع ابغاك معي في قناه المجد يا سلام اي والله الله يبيض وجهه شاهد وانا اكمل في البرنامج خلصت شوي قال سالم عندنا برنامج في قناه المجد نبيك تمسك معنا اعداد تم وامسك معهم برنامج اعداد تخيل يا عون كنت اداوم الصبح في الواقع كنت ماسك شفت الصباح ليل العصر واروح اريح طبعا الوقت في المزحميه حلو المجد في الرمال اعرفها وانا في الفواز فهمت الشفاء يعني اروح انزل تحت يعني امشي يوميا ما يقارب 180 كيلو رايح كذا راجع على الكورد شد انها جملت ثابته في شكلها كذا راسيه لا قبل كانت يا سلام شاهد تخيل وداوم في الصبح في المجد في الواقع في الليل في المجد جلست ما عاد شفت اهلي ما شفت ناسي ما شفت اصحابي ما شفت تعرف اللي حياتي صارت كلها دوام الا اني مستفيد اني تطورت صار عندي كذا عقلي صار يعني سبحان الله اي بالممارسه والخبره صرت تعرف وداوم في المجد اسمع وكمل شهر تقريبا شهرين واخلص شوي اعطوني عرض علي عقد سنه قناه المجد قسم بالله بس اللي ما قدرت ظروفي الخاصه كملت مع الواقع سبحان الله خلص الواقع شوي رحت مع بداية شوي شاهد ان الحوسه اللي هذه صارت اعطتك خبره حتى انت الان كمقدم لما تدخل تصير تعرف كيف بنيتك الكتف يعني كنت جربت وعرفت لذلك دائما والله العظيم هذا بيت دائما تكرر وكلنا نحفظه دع الاقدار تجري في اعينتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضه عين والتفاحتها يبدل الله من حال الى حال قسما بالله تغير حياتك ما قاعد اركز في الرؤيه اللي قلتها سبحان الله الشيخ هذا صدق في رؤيته شوف وينك الحين انت الحمد لله سبحان الله هو قال ميادك اي شيء في الاعلام ادخله صح؟
سبحان الله. شوف رزقك وين الحين. سبحان الله. لا إله إلا الله. والله يا أخي شوف مسألة الرزاق ترى ما الحمد لله ما يخاف، شوف ما يخاف منها. رزق على الله. أنا أشهد. صار رزق على الله. لا تضيق لا تحزن لا تتعس على رزقك. رزقك على الله. ولا أذكر هذه أنها كانت للمخرجين بس النعوص نسفها. ترى يعني. ما خليتنا نروح العشاء. والله. وخليتنا نأكل. يا أخي شوف أنا بقولك ترى أحيانا الدوام. أنت لازم تشتغل على نفسك. صح. صح. يزعل. ناقصها عسل. إي والله. سمعك. لا أدفعك مصدق بعد. لا بحط إصبعي في فمك. عشان الحياة صدق صدق. هذه عوق دخلت تجارة. دخلت تجارة. خسرت. ولد خذ ورا. دخلت تجارة محل جوالات. واحد من عماني قعد شهر وطردني. طلقات كلها. والله. أبشر بس عدك. سام. نبشر سلامات. إيه. لا شهرين وطردني. قال والله ما عاد تجي هنا. مزار الطيب. وي. باقي لي الجوال ذا 200 خلاص روح أبشر بس عدك. روح. وإن شاء الله لا قدرت تجيبها جيبها ولا. سلامات. وطردك. سبحان الله. ما تدري عون. جربت تجارة الآيس كريم اللي في الأكياس وأبيعه في الديرة بس أنا سبحان الله والله إني ربحت أنا صدق بس تعب والله العظيم لا تتعب شوف في عمري كانوا يضحكون علي العيال شوف تدري من يوم أنا عمري تقريبا 10 سنوات وأنا شغال كنت استرحت عند سعيد حلو هذا اللي هنا ورا كذا أجلس حلو كنت اكل خزرانات لا يا رجل خزرانات نلعب عرض احنا تجي عندي كل استراحه تفتح الصندوق هيدي واخي هجي كنت اجيب اكياس بطاطس بالعيد 10 3 كيس بطاطس 3 كراتين بسكوت 3 فهمت وابدا ابيع للعيال عمي فهمت ونص البضاعه في الاكل اكلها انا في السياره ونص البضاعه تنباع لكن اقول لك تدري من عمر 16 وانا شغال في الاتصالات ما شاء الله قسم بالله اشتغلت في الاتصالات جلست يمكن 3 سنوات ثم بعدها يوم صار عمري تقريبا 18 كذا قلت من جارك او تقريبا اصغر تخيل انا عمري 16 قلت يا ابوي وش هي؟ بسم الله معليش 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 ليش يعني؟ معليش انا عجل عجل العجل العلج العلج من الحين على حله اسمع اسلم والله يا صالي سالفة مرة قررت كم على جمس 97 قلت ابوي قلت انا ابغى اصير تاجر جمس ملكي جمس ملكي اخضر تذكره ولا ما تعرف لا لا تعرفه لا ما اعرفه بس اعرف الملكية دي. ايه شاد قلت ابوي قلت ابوي انا ابغى اصير تاجر قال خلاص طيب ايش تسوي قلت ابوي والله ابوي اسمع انا بدخل سوق الخضار ما ادري كيف جبت الفكرة خلاص عشان ناصر هو عنده هناك محل قلت اسمع قلت انا بصير تاجر قال ايش تبي؟ قلت اسمع انا ابغى انزل سوق خضار وانزل انا وابوي صباح الجمعه استاذ عتيقه ما انا اي عتيقه انا ما اعرف شيء اسمه الحبحب بريلي اعرف انه في الاسواق ب 20-25 وادخل كذا وادور في السوق ابوي قال هذا الموتر وهذه 200 ريال وصرف نفسك صرف يا سلام وادخل والله ما جاك اللي حصل وادخل وكان موسم حبحب يدخل كذا كذا على ريلين على ريلين على ريلين قلت وش شوف كان على ريل الحبحب تسمع قلت عطني 80 حبه ولي ولا كم هيبه 180 ريال طيب والباقي اسمع قلت ما ادري مسكت 80 حبه والله اللي ما ادري هو بريلين سعد 80 حبه انا اذكرها واخذها قلت اسمع الحين وش بسوي بعد ما صار لي صلاه الجمعه ابفتح هذا والله يحيي العالم والله بالفعل واشتري 80 حبة وحرصها في السيارة بالجمس والله اني صغير كذا قسما بالله ما اشوف لدرجة يعني ماني بدخل في موضوع الحوادث عشان قصة شاهد ما تجي وافتح واصلي الجمعة وافتح الباب حق الحبحب ويجوني العالم يشترون كم بعتها؟ بعت 58 حبة لا كم الوحدة؟ 20 ريال لا اله والله العظيم لو تحسبها طلع اذكر فايتي فوق 1000 ما شاء الله اسمع باقي معي بعت 58 باقي معي 22 حبه والله اني اذكرها. شاهد جاي يوم السبت ما انساها وانا راقد
تصوير ابوي صباح السبت انا مستانس والفلوس والله لي خمسات عشرات احطها في جيبي مستانس واجي وانا راقد كذا صباح السبت قلت خلاص يوم الجمعه دامني بعت ما عاد باشتغل خلاص انا راقد كذا شويه ابوي قام يصفقني بوف قم قلت ليش؟ قال روح الحبحب ومشروعك لا ياخذ كنه اي والله انا صار تخيل واقوم ذكرت مين محمد اخوي ابوي قوم امي اقرح معه حرام مسكين هذا محمد اتوقع انه ماله في الشغلات هذه اسمع ما بجوه والله ما جاك اللي حصل اسمع ايش صار واروح نوقف على الشارع العام نفتح الحبحب ونفتح الحبحب نفتح الشنطه وارص الحبحب تقولها محذوفه تقولها طايح في الارض وحطه كذا وين راقد كذا محمد اخوي راقدين في السياره شوي له واحد طا 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 طبوري طا 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 واطلع له شوي راه دايخ نوم قلت محمد قم قال لي قم انت دايخين نوم مو بحق الشغل لهم يوم اقوم كذا قال لي واحد اخوي السلام عليكم وعليكم السلام قال اخوي الله يطول عمرك انا والدتي توفت الله يجعلها في الجنه والدتي كانت تحب الحبحب ابغى اشتري الحبحب كله يا الله والله العظيم قلت وشو؟ قال لي اشتري الحبحب كله قلت تعال سلم على راسه عطى بنتين هديه اي اسمع ايش صار؟ قلت اسمع قلت انا ابيع الحبه على 20 ابيع لك الحبه على 10 ريال وحبتين مجانا طيب الله وجهك اقسم بالله يعطيني 200 ريال طق واروح افطر وراح ارجع له كانت سعادات سبحان الله يا اخي ما حسيت برزقك سبحان الله في الحبه يا اخي الله قال الله ايش قال؟ لا اله الا الله ايش قال؟ قال لو انكم توكلون كما يتوكل الطير يغدو خماصا ويعود بطانه بدايه الصبح ترى الارزاق تودع توزع بدايه الرزق بدايه الصبح بدايه اسمع الرزق ايش صار؟ قلت يا ابوي قلت انا بوسع التجاره ومن هنا توقفت اسمع ومن هنا توقفت قسما بالله خلني ساكت قال ابوي خلاص روح وانزل والله ما جاك اللي حصل وانزل الجمعه اللي بعده معي مع 1000 ريال واروح وانا كذا قاك راعي نظر اعرف الحبحب بالنظره واعرف الطماط اه الطماط ترى ماني بحب يعني الحمد لله على فضله ايش سويت؟ ولقى لي كرتين طماط انا على نفس وزني قال كذا انا يعني كذا ورقه قلم صايد الخبره كذا على كم فلين الطماط قلت لها انا سالت على كم فلين الطماط قال لي على ريلين يا ابن عمي قلت جيب يا ابن عمي ريلين؟ ريلين واخذ لي 60 كرتون فلين ما اعرف ان الطماط يا خرب ما اعرف ايه الطماط يا خرب صدق واخذ لي 40 كيس جزر حلو مو بالجزر اللي المرغوب لا ده طوال الكبار كبار حتى المطاعم واحد خبره اعرضها عليهم يرفضون يقول ذا يعني مو بنفس الصغار صدق الصغار هم اللي هو اللي يمشي واخذ 5 بطاطس 5 بصل 5 باذنجان متحمس الرجال متحزن خليني بفتح بفتح نفس نفس الفكره اجيب لي بقيت على الحبحب اسمع ويجوني العالم كنت بوصل اكيد بفتح بيجوني تخيل وافتح البيت صلاه الجمعه قسم بالله ما جاي يمكن شرى له 7 تكفون الطماط تكفون 60 عاد انت هورت ترى ترت ما اعرف يا اخي بزر شاهد والله ما جاك اللي حصل يوم خلصت رحت لبكت على دور ما انباع الطماط ما انباع ولقى لي واحد يبيع على الشارع قلت له ابوي سلام عليكم يا اخي براءة شوف البراءة وعليكم السلام قلت اخوي وين يبيعون وين ينباع الطماط؟ قال اسمع شوف ذاك المكان والله ما جاك اللي حصل قلت له قال روح عنده بر ما في احد رحت له واروح تخيل اقسم بالله طريق بف مطبات ما حد يجي ما حد يجي قال روح هناك اشترونه ما يبغى يجلس جنبه هي تخيل وادخل عشان ما تخرب عليه عشان ما اخرب عليه وادخل ادور ادور العالم ما في احد ما في الا بالجمس الساعه 1 الظهر بعد صلاه الجمعه شوي برجع البيت قلت ابي اريح هذاك اسمع ايش صار وارسل العصر واصلي العصر افتح محجه واروح ابيع الجزر على حقين الحلال يا الله اسمع كم قلت خذه واسلم عليك لدرجه اذا اخذت مطبه هو الطماط مرتص ورا صح؟ ايه اذا اخذت مطبه طاح تفقع في الارض يا الله تخيل اذا كنت مطبه ودعس ثم مضغت فرامل الطماط من الشنطه للفرامل اسمع صفقته عصرته يا الله اخر الحلقه الاخيره ايش سويت؟ والله العظيم كنت ضامي جوعان والقى لي واحد راعي ايس كريم قلت له اسمع قلت اعطيك كرت فلين طماط وتعطيني ايس كريم يا عمري والله قلت قال لي تم شاهد بروح والله ما انساه واروح واعطيه كرتونين عشان يعطيه 2 انا وناصر ناصر كان صغير واروح اعطيه وخلص جلست يمكن اسبوعين وانا ريحتي طماط كذا كاره نفسي طيب سؤال ليش ما خذيت حبحب؟
عقب سويت الاسبوع اللي بعده قلت ابغى اوسع الدائره مره ثانيه. يا الله أسمع باخذ حب حب واجي الساعه 10 الصبح كنت باخذ لي غطه واصحى الساعه 1 ظهر. وقف حب حب وقف دماغوط وقف ابوي صرف علي والله ما ادري تعبت تعبت بعدين توجهت. تصدق لو انك اتجهت لواحد له تجاره خبره وكذا والله العظيم كان نجحت. ايه بيختصر عليك الموضوع عشان كذا ترى الان في الاعلام عندنا طامات ابو عبد الله الناس اللي لهم باع ترى يختصر عليك الموضوع يعلمك يعني الدرب يقول لا لا سوي كذا لا تسوي زي كذا فهمت؟ الا ان سبحان الله الرزق ترى مكتوب وموزع والاجال مكتوب. تجاره انا والله قعدت في التجاره حقت الايس كريم شهر كامل شهر كامل. كان في بيتنا هناك في الديره مخزن. طبعا المخزن هذا يفتح على الشارع. حلو. وكنت اخذ علبه الفيمتو هذه كانت ب 5 ريال الظاهر كذا. وكنا نصلح. طبعا كانت امي هي تساعدني واخواتي وكذا. وكانت تقول نفدى وليدي والله ان شاء الله انك لا كبرت بتجي تاجر. ما مثلك. سلام عليك. ليه؟ لاني من هو اللي بيجيب وهو صغير فكره ان لو رحنا الديره تبيع ايس كريم. ما في. الديره هناك يعني زمان اول اي زمان اول كذا. يا سلام عليك ضبطته في الليل لين فيه ابوي حاطه هو مخزن حاطه ثلاجه كبيره طويله ثلاجه كذا واقفه إيه. واعبيها امليها الا والله انا عندي خجل اني اقول ترى عندي شيء ابي ابيعه. او ليش كنت خايف ينادوني إيه؟ كنت خايف ينادوني بيع الخضار عادي هو هو عادي بل انه فخر. طيب والواحد استانس في التجارة شو اسوي؟ بس صغير ما تدري. واجمع عيال عماني جاي من الكويت. امون عليهم واحد اثنين. حلو. ترى عندي ايس كريم والله طبعا الله. ويشترون ذيك اليوم اتوقع انها وصلت الظاهر 200 300 ريال. 300 ريال حلوه. مجنونه. بعدين انت اللي تعب عليها كم خذيت الفيمتو وكم خذيت؟ خليني اطلع الخساره اللي خسرتها. 300 ناظر فيها الا والله ريالات 5 ريال 10 ريال لا اله الا الله. وكل ما طفشت في الليل جيت عند ابوي وامي اصففها كذا احط الخمسات على جنب الريالات لا ما عجبتني احط الريالات في الصاله من هنا الحلاق اناظر فيها بس كذا نظر مستمتع إيه؟ بعدها راحوا عيال عماني على الكويت وخسرت. سويت مجموعه اكبر من المجموعه يوم كانوا عندنا. طبعا هم امي يتحمسون على الكويت يستلمون وكذا دراهم الشباب ما فديرا صار يقول ارتفع عندك السكر. قسما بالله اني موزعها عليهم ما في احد يشتري. يا طيب تعبت عليها بريال كذا يعني كان اثنين بريال هذه بريال. احمر اصفر بريال. طيب يا خلاص الله لي يوفقكم تعالوا ادخلوا. قسما بالله تكاك شفاحه تكاك ياخذ يوم خذوها اناظر فيهم خلاص انتهى والله ما عاد اشتغل بالتجاره هذه ما عاد اشتغلت خلاص ما عاد اشتغلت. دخلت محل جولات وقال عمي والله ما عاد تجلس هنا. عاد اقول لك انا يا طول عمر سلامك الواحد لازم والله يشتغل. اي والله. الله العظيم يا اخي الرزق والتجاره والضرب في الارض ترى هي توسع الصدر قسما بالله. سبحان الله يا اخي كيف بدوا التجار هذول؟ ترى يقولون في اخس الاشياء. الله العظيم اللي سالت مع واحد الان ثروته بعشرات الملايين. ايه. انا جالس معي يقول ان شاء الله يا سالم ثروتي توصل مليار. ايش يقول ميدي؟ والله العظيم ايش يقول ميدي؟ يقول سالم اقسم بالله العظيم اني كنت اوقف في الحراج قبل يجي اللمبات، الشغل بالساعه، يقول ارجع من الدوام ما اريح، على طول اطلع الحراج، الشغل من الساعه 1 للمغرب. وبعدها بعد في شغل ما في كهرب. يقول هذه بداياتي. الله قسم بالله قديم قديم قديم. يا اخي ما شاء الله. والان؟ الان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله لا يضره الله لا يضره. شاري بيت هو ممتاز المواقف ضاقت عليه شرى الارض اللي قدامه ب 5 مليون مخليها مواقف اسباب بالله ما شاء الله تبارك الله رجل اهل يعني صاحب خير وصاحب. طيب في تاجر من التجار الان عنده ما ادري كم فرع يقول كان يسجل ما بس اول كان جده الظهر او ابوه كان يسجل ما سبحان الله ترى شوف الان تدري ليش يعول التجار كان الظهر بريال مدري نص ريال وكذا شوف جيبان الله يطول عمرهم من اطاعته ويرحمه توفى تراهم وجدوا اشياء ما وجدناها انا هم تعب هم وجدوا الضبع وجدوا التعب وجدوا الشيء لدرجه انهم يربطون بطونهم عشان الجوع شوف سبحان الله يربطون بطونهم عشان الجوع
عشان ما يحسون بالجوع. لا إله. وحنا لا إله إلا الله. يا أخي أنا بسولف لك، أنا أتكلم عن عماني جاي من الديرة ما معهم شيء. دخلوا الحراج، دخلوا منا طقطق طقطق طقطق. يا ما شاء الله. الله افتح عليه تجار. عمي الثاني راح شرى له أرض، دخل سوق التمور، خذ له 20 سنة تمور، شرى له يعني سبحان الله أرزاق. بس ليش الفكرة؟ لازم تحرك. أشوف ياسر حزيم يقول حياة الشاب العشريني ترى زي السبرينج، عرف ذاك ينضغط، كل ما ضغطت كل ما دست، كل ما ضغطت بقوة كل ما كانت رفعتك أقوى. عشان كذا أنت في هذا العمر لازم تشتغل. يا أخي قسم بالله لذة فلوس إذا لقيتها تنسيك كل التعب، تنسيك كل شيء أنت كنت ناسي. ومشكلتهم في البدايات، هم خايفين من البدايات. البدايات. سلم لي والله على أبو عز 300,000. الله يستر علي، أحب العز العسيري. أنا 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 أتيقن تمام اليقين إنه بيطلعون طلعة. شفت 300 هذه بتصير لهم قصة بداياتهم. يا رب. والله العظيم إني متوقع. طيب شفت يوم رحت رقدت، أنا سولفت مع الأرق صح؟ شفت يوم رحت رقدت قابلت أنا وعلي الدوسري، قابلت رجال. طبعا يوم كنا في أبها، يوم رحنا أبها. قبل أسبوع. قبل أقل من أسبوع. تخيل قابلنا رجال متسلف هو وأخوه 160,000 فاتحين محل العطور. فهمت؟ أنت تقول يا أخي ليش هم أقوياء وأنا ماني بقوي؟ والله لا أطول. إيه بس. تسلفها يا الله، أنا ما أقول روح تسلف، لا أقول لك اشتغل بالصفر، دور لك أي شيء. قسم بالله. طيب مثلا عبد العزيز العسيري الله يستر عليه، عبد العزيز ما غير كان بيرمس هو ترى يمكن ما بيصرح. خله إيه. قفل الموضوع برضه. قفل الموضوع عشان يمكن رجال ما بيصرح. والله أسأل الله لهم الرزق، أسأل الله أن يرزقهم. لا لا بيبي. ويعطيهم حتى يرضيهم يا رب. شوف مغامرة ما دام الشخص يسعى معجزة، ما دام معجزة هذا الأصل وهذا الصح يا أخي. ليش الجس معلش بس ما اللي بيفكر مثلهم كذا يا قلبي. 300,000 تخيل أبوك شي يا عون. إلى متى وأنت تطلب أبوك؟ إلى متى وأنت تطلب أمك؟ إلى متى وأنت تطلب أخوك الكبير؟ ليش ما تروح تقول لي ما في؟ والله إنه فيه والخير فيه، وبل إن الفرص اللي موجودة الآن أكثر من الماضي. نعم أقسم بالله إني أقوله حق مو بتنظير. أنت إذا بغيت رزق تحرك بس يا اخي، انت توكل على الله وافعل السبب. شوف كيف الله يسوق لك الخير. والله كيف العالم تجر من البدايه، كيف العالم الان تجار خضار، ترى اغلبهم ترى بدايتهم من الصفر، تجار العقار بدايتهم من الصفر. نعم بس وش سووا يا ولد؟ قال والله العظيم انه تجر ونفعل السبب. مو مثلنا خلاص وقفنا. ينزل راتب 5,000 وعسى يكفي لاخر الشهر. يوك يجيك مثال انت فيهم. راتبك خارق وراتبك 7,000 ولا 8,000 لا وتلقاه كريم عزايم وذا لكن لا يا اخي لو خلينا نقول راتب يا اخي ترى اقسم بالله انا شوف انا الله ما ادري القروض ماني بحبها ذا مره بدايه البرنامج التقسيط انا ما احب شيء اسمه قسط اكره. جاني واحد من اخويا قال ابو سعيد قلت له ارحب قال يا ولد قلت ترى فيه برنامج جديد يمديك تبي تشتري شيء يمديك تقصده على 3 شهور وانا يسار ابغى مكه تكفى يا ابو سيد. قلت وقال لي استاجر عند الحرم ب 1200 ريال نقصده على 3 شهور وانا يسار والله زكاه وانا يسار بصدق ان علي علي قد اخذت ابغى اسجلها باسمك. لا لا على نياتي. قلت يلا تم تزعل علي يوم ولا تزعل علي سنين. اسمع مشكله 1200 الحمد لله انا ليش قرصتني واجي قلت تم واجي واسجل طق 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 وقال لي ادفع 400 وادفع 400 يلا بنسافر حجزنا بعد بكره ترى بنسافر بكره مكه على موتر انا ما كان معي موتر. قلت له تم. تخيل صار توقف صار سحب علي وخلاني سدد الحالي قسم بالله هذه كسارة والله جاني ظرف ما اقدر اروح والله العظيم ما رحتوا ما رحنا راح الحجز وقسم بالله اني 3 شهور اني قصدها لحالي 400 طيب اعطك اياها طالبه خلاص دفعتها وهذا درس لي اني ما عاد اقصد اي والله انه درس درس هذا درس يعني ما في شيء يجيك بالسهل. هذا اخوي واحد من اخواني كان يحط يعني يساعد العالم كذا يلا حطها باسمي حطها إيوه. بس كان اللي يجونه سبحان الله ما يكلمهم هذاك ما يكلم سلطان انه ترى ما دفع خويك وما ادري ايش تراك انت تراها باسمك لا جاء واحد قال حط انت واحد قريب حط هذه باسمك وما ادري ايش وتكفى وكاله من دجن ايه وكاله ايوه قال ابشر بساعدك لا قل سدد قال ابشر كم هي؟ حول 50,000 كذا حول كم؟ 50,000 تخيل سدد اول 5 شهور بعدها
مسددها كامل. سوى مسددها كامل طقطقها طقطقها. ها درس. جاء رجال هو طبعا انقرص من هذه. مع صار يحب الوكالات. ولا والله لو انك اخوي تجيني ويجي شخص قال تكفى اباخذ 30,000 او 20,000 وابيك توكلني تسوي وكاله. قال هو اسمع انت ترك عزيز وغالي لكن انا ابيك تزعل يوم ولا تزعل علي سنه. كلمته هذه لي سبحان الله طبعا انا ما بعد صار لي الموقف هذا. قال تزعل علي يوم اليوم اللي رفضتك فيه ولا تزعل علي سنين. هذا انت ترك عزيز وغالي. قال يا رجال الامور طيبه والله لا اسدد وما ادري ايش. اعتذر. هذا درس. زعل عليه يوم. والحين ما سبحان الله رجع قال والله انك صادق. سبحان الله. ترى كنت مثلك يقوله ترى كنت مثلك وكالات وما ادري ايش وانشب مع الناس واسدد وما ادري ايش لكن الكلمه هذيك والله العظيم ما انساها. بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك. جاني قال عون انتبه انتبه من الوكالات وانتبه تراك بتروح وتجي واخويا وما ادري ايش. تكفى تراني كذا وكذا وكذا وكذا. لا جاك الرجال اللي يعز عليك ابشر بسعدك لكن والله اعتذر من الوكالات. ما عليه خلك تزعل ذا اليوم لكن تخيل انك يا ولد شهور ما سددت اكيد تدق عليه بتاخذ منه موقف خلاص بيصير خلاص حتى لو انه عزيز عليك. والله العظيم الكلمه انها لا حد لها اللي هو سلطان اخوي سبحان الله. يا رب قلبك يا عون جاني والله ما سعدنا جاني والله والله العظيم يوم جميل جدا معك ما حسينا به. المايك عندك وختمنا قبل. طيب الجزئين. بسم الله الرحمن الرحيم. اسال الله لكم التوفيق والسداد والنجاح. وصلنا الى نهايه فقرتنا لهذا اليوم وان شاء الله نلتقيكم باذن الله في ايام جايه باذن الله. وختاما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلمت عليهم ما سلمت عليك انت. سلم علي. باي باي اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام. الله يوفقكم. كاريزماوي و